دكتورة أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية أيضا معروفة، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. حدثينا ولا حرج على وبدون اختزال بالمناسبة عن الإجراءات الاقتصادية الجديدة، أو بالأدق الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. هو احنا الحقيقة الثلاث أيام اللي فاتوا شاهدنا المؤتمر الاقتصادي، وطبعا هو امبارح طلعنا بمجموعة كبيرة جدا من التوصيات، تم إعلان جزء منها، يعني هي توصيات كثيرة جدا، وبدأنا النهاردة نشوف بقى ثمار المؤتمر دوت، والناس اللي كانت مجتمعة مع بعضها وبتتكلم وبتسمع بعض وكده. المواطن عايز يشوف قرارات أو عايز يشوف حاجات بتأثر عليه وعلى حياته. أول حاجة يعني صدرت النهاردة هي حزمة الحماية الاجتماعية، ودايما ملاحظ إن حزمة الحماية الاجتماعية ومحور الحماية الاجتماعية بيجي على رأس أولويات الدولة، زي ما النهاردة شفنا كده إن إحنا بدأنا مخرجات المؤتمر تطلع في شكل قرارات متعلقة بالجانب الاجتماعي. إحنا يمكن من 2016 لما عملنا برنامج الإصلاح الاقتصادي كان في محور خاص بالحماية الاجتماعية، بعد كده لما حصل أزمات زي أزمة كورونا برضو لقينا إجراءات للحماية الاجتماعية. شهر مارس اللي فات بعد أحداث أوكرانيا لقينا برضو توصيات على الجانب الاجتماعي، ولحد النهاردة بنلاقي الجانب الاجتماعي واخد يعني أولوية في دائرة المفاوضات أو المناقشات اللي بتتم في الدولة، بيصدر عنها دايما قرارات حاسمة في الجانب الاجتماعي. القرارات اللي طلعت النهاردة هي إجمالي تكلفتها للدولة، أو يعني المبلغ اللي تم تخصيصه لهذه الحزمة 67 مليار جنيه. طيب ده بقى متوزع على إيه، أو إيه هي بقى البنود اللي إحنا بنتكلم عليها؟ طبعا حضرتك عارف إحنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها تضخم عالمي، والتضخم العالمي ده بيجي لنا هنا في مصر في شكل تضخم مستورد نتيجة استيراد السلع اللي أسعارها مرتفعة، على رأسها طبعا الطاقة اللي بتدخل في كل الأسعار. طبعا فده بينعكس على مستوى معيشة المواطن، يعني أنا علشان أكون عايش في نفس المستوى الاجتماعي بتاعي، مش عايز أعلى ولا عايز أقل، نفس المستوى بتاعي، فأنا محتاج دخل أكبر. فدوت بنترجمه في سياسات كده اسمها علاوة غلاء معيشة، يعني المعيشة ارتفعت عليا، فأنا عشان أحافظ على نفس المستوى المعيشة اللي أنا فيه محتاج دخل أكبر. فالدولة أول حاجة عملتها أقرت علاوة استثنائية غلاء معيشة مقدارها 300 جنيه شهريا للعاملين بالدولة والشركات التابعة ليها في القطاع العام ولأصحاب المعاشات وللعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة. تقريبا عدد المستفيدين منها من كل البنود اللي أنا قلتها دي حوالي 16 مليون مواطن، أو ما يقرب من 16 مليون مواطن، حوالي 15.9. فدي أول حاجة اتعملت اللي هي العلاوة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا للعاملين بالدولة والشركات والهيئات التابعة والصناديق والحسابات الخاصة وأصحاب المعاشات. في حاجة تانية متعلقة بالمستفيدين من البطاقات التموينية، وهم عددهم 10.5 مليون بطاقة تموينية، دي تم زيادة المبلغ اللي هم بياخدوه يعني على بطاقة التموين حوالي من 100 ل 300 جنيه. هو القرار ده كان صدر في سبتمبر الماضي، وكان مقرر العمل به حتى فبراير 23، ولكن تم مدها فترة أخرى لغاية شهر 6 القادم 6/23. إزاي بقى دلوقتي؟ لو البطاقة التموينية بيستفيد منها أسرة واحدة فيها 4 أفراد، حاليا بياخدوا 200 جنيه بالإضافة طبعا لدعم الخبز، زودنا عليهم 100 جنيه اللي هو الحد يعني النهاردة الحزمة اللي اتقالت دعم بطاقات التموين، المبلغ هيكون من 100 ل 300 جنيه زيادة. فاحنا بدأنا بالبطاقة اللي عليها 4 أفراد أسرة واحدة هتزيد 100 جنيه، يعني بدل ما كانت بتاخد 200 هتاخد 300، ده بالإضافة طبعا لدعم الخبز. طيب البطاقة اللي عليها أسرتين أو ثلاثة كانت هتزيد بمقدار 200 جنيه. أما البطاقة اللي عليها أكثر من 3 أسر دي هتزيد ب 300 جنيه، وده الحد الأقصى للدعم اللي تم إقراره النهاردة، أو يعني تم مد العمل بيه، كان مفروض لفبراير الجاي هيتم لغاية شهر 6 القادم. حلو جدا، حلو جدا. في حاجة تانية، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 هيبقى 3000 جنيه.
كويس. ده لجميع الدرجات الوظيفية في الدولة من الدرجة الستة للدرجة الممتازة. حلو وطبعا جدا. هنا واضح ان احنا مركزين على الفئة اللي هي من الدرجة الستة للدرجة الممتازة، دول طبعا هيكونوا فئات يعني مستحقة اكتر ان احنا ان الدولة تدخل وتدعمها، لان طبعا سياسات الدعم لازم تدخل لمستحقيها ولازم تدخل في الناس اللي عايزة تصرف لاحتياجات اساسية، والناس اللي هي لو الدولة ما دخلتش دعمتها قد يؤدي ذلك لانها تنخفض من المستوى المعيشي اللي هي فيه لمستوى ادنى منه. في حاجة تانية لو حضرتك فاكر في شهر مارس كان في توصيات رئاسية برفع حد الإعفاء الضريبي على أيوة ضريبة الدخل من 30,000 من 24,000 ل 30,000. فطبعا الدولة النهاردة قالت هنعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المتعلق بزيادة حد الإعفاء الضريبي. ده معناه إيه؟ ضريبة الدخل دي احنا كلنا كموظفين بندفعها، اي حد بياخد دخل بيدفعها، ولكن اللي بياخدوا دخل في المتوسط مثلا 2000 جنيه في الشهر دول الدولة ما بتاخدش منهم ضرائب، لان خلاص هي المبلغ ال 2000 جنيه ده بيخليه يعيش مش يعني مش حمل ان هو يدفع ضرائب، فبيكون معفي من الضريبة. اللي بياخد اعلى من كده بيدفع ضريبة طبعا بتختلف مع مستوى دخله. فالدولة قالت النهاردة يعني أو القرار اللي احنا يعني الدولة بتقول هنعمل على سرعة إصدار مشروع القانون دوت، يعني اللي دخله مش 2000 لا ده 2500 مش هناخد منه ضريبة. يبقى احنا كده زودنا حد الإعفاء ده في المتوسط، لأن طبعا الدخل بيتحسب سنوي 24,000 سنوي يعني في المتوسط 2000 جنيه ده ما كانش بيدفع. كمان اللي هيبقى دخله السنوي 30,000 يعني في المتوسط 2500 في الشهر ده كمان مش هيدفع ضريبة، اللي فوق كده هيدفع. طيب في حاجة تانية، الشركات اللي هي متعثرة في دفع الأجور أو تكلفة العمالة اللي موجودة عندها، فبرضه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على إن جميع الشركات اللي تأثرت سلبيا بالأوضاع الحالية وبالأزمة الحالية ومش قادرة إن هي تدفع تكلفة العمالة، طبعا لو الشركات دي ما دفعتش تكلفة العمالة ده هينتج عنه مشكلة البطالة، وهندخل بقى في ان يعني مشكلة اقتصادية بتؤدي لغيرها وكده، فهيتم صرف ليهم مستحقات من صندوق الطوارئ اللي موجود في وزارة القوى العاملة علشان ما يحصلش يعني نعوض العمالة دي وندعم الشركات في ان هي تستمر في عملها وما يترتبش عليه مشاكل في البطالة، أو إن يعني حد كان يعني بيحصل على دخل وعنده وظيفة يفقدها. فبالتالي ما يتمش الاستغناء عن أي حد. بالظبط كده. هايل. في حاجة تانية متعلقة بأسعار الكهرباء اللي احنا بنستهلكها في المنازل، كان في برضو قرار صدر بعدم زيادة الأسعار دي، فكان مقرر ليه ان هو يتم العمل بيه حتى نهاية العام الجاري، يعني كان تقريبا فاضل لنا شهرين وينتهي العمل بيه، فتم مد 6 شهور إضافية لغاية 30/6/23. يعني تقريبا معظم القرارات اللي احنا يعني اتقالت النهاردة، طبعا في بعض منها جديد زي العلاوة الاستثنائية بتاعت غلاء المعيشة، في بعض منها كان يعني صدر بيه توصيات قبل كده ولكن لسه ما صدرش مشروع القانون بتاعه أو كده، فطبعا يعني هيتم بقى تسريع العمل في الإجراءات دي بحيث إن احنا نشعر بيها بقى، يعني أي حاجة الدولة قالت هنديها لكم يعني نبدأ بقى إن احنا يعني نستفيد بيها أو إن المواطنين يحسوا بيها وياخدوها، فهو ده بقى يعني اللي الناس منتظراه، يعني بداية التنفيذ وبداية صرف المبالغ دي علشان زي ما قلت لحضرتك كده يعني كل مواطن يحافظ على المستوى المعيشي بتاعه يعني. طيب ده كده يا فندم معناه انه، او هنا ده سؤال، هل كده انا فعلا قدرت ان انا قدر الاستطاعه اخفف من العبء المادي على المواطن او اقلل من تاثير موجه التضخم اللي جايه لي من بره على المواطن الاولى بالرعايه؟ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا 3 اسباب رئيسيه للتضخم اللي احنا بنواجهه. اول حاجه ان في تحديات في تصدير السلع اللي جايه من روسيا واوكرانيا نتيجه الظروف اللي عندهم، فالدوله ناقشت دوت وقالت احنا لازم نعمل توطين للصناعات المحليه بتاعتنا وندعم القطاعات زي قطاع الزراعه. يعني النقاش في الايام اللي فاتت كان بيدور حول التنميه القطاعيه، ان احنا مسكنا القطاعات المنتجه في الدوله وقلنا ازاي نزود انتاجيتها بحيث ان احنا نزود
بجانب العرض المحلي، فاحنا ما نتأثرش بيه ان في دول معينه عندها مشاكل في ان هي تصدر لنا، لا احنا يكون عندنا الصناعه والزراعه والمنتجات بتاعتنا اللي احنا بنستفيد بيها. حاجه تانية من ضمن يعني الاسباب اللي بتؤدي للتضخم اللي احنا حاسين بيه دلوقتي، القرار العمل بالاعتمادات المستنديه والفرض طبعا بعض القيود على الاستيراد، وكانت ضروره في التوقيت ده لاسباب تانية متعلقه بتدفقات النقد الاجنبي، يعني مش محل نقاشها دلوقتي. بس طبعا احنا امبارح في المؤتمر تم الوعد بحلها خلال شهرين. صحيح. هيتبقى عندنا سبب ثالث وهو ارتفاع اسعار السلع المستورده، يعني احنا ما زلنا بنستورد، طبعا في علاقات تجاريه دوليه فاحنا بنستورد، ولكن في تضخم عالمي، فلما بستورد انا ده بينعكس على السلع اللي جايه لي واللي بتدخل في مدخلات انتاج، فده بيزود اسعار السلع النهائيه. فالدولة بقى في الحتة دي راحت دعمت المواطن اللي هينفق على السلع اللي ارتفعت أسعارها، فهو هيجي بالشكل ده، يعني انعكاسه بقى على المواطن ان هو لو لقى أسعار السلع زادت بعض الشيء او نتيجة ان احنا بنستورد سلع أسعارها مرتفع، طب ما انا اصبح معايا نقد يكفي ان انا اجيب نفس احتياجاتي. يعني انا برضو بأكد على ان يعني الفلوس اللي هتيجي زيادة للمواطنين هي هتكفي نفس احتياجاتهم أو نفس عدد السلع اللي كانوا بيجيبوها قبل كده. طيب ده كويس، كلام كويس جدا جدا إلى أبعد الحدود. يعني على كل، أنا خليني أول أشكر حضرتك دكتور أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية المعروفة.